السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا فقت وشدت الفطور، درت واحد العصير ديال لافوكا، درت اتاي مشحر بطبيعه الحال، ودرت البيض بالسبانخ، درتهم في هذوك الخبزات اللي فات لي وجدت معكم. حاليا هذا هو الخبز اللي كندير، ما كندير حتى شي نوع اخر ديال الخبز. الخبز ديال الزرار والشوفان بطبيعه الحال هو صحي وكيجي بنين وهائل، وانا كنحماق على هاد الزرار وداكشي. دابا بعد ما فطرت وشديت الراس بكويس اتاي، دابا جيت للكوزينه بغيت نصايب معكم واحد الكغاتان اللي كيجي هائل. انا شخصيا كيعجبني بزاف هاد الكغاتان، كيصلح ليكم تخرجوه معكم الا كنتو خارجين غادي للبحر، غادي للبيكنيك نتوما وليداتكم، تقدروا تزيدوه مع الاكلات اللي غادي تحضروا مع اللحم مشوي. المهم كيبقى ليكم نتوما الاختيار. كما كتشوفوا انا خديت دابا جوج بلجانات كبارين، دابا ان شاء الله غادي نقطعهم بهاد الطريقه كما كتشوفوا، وغنديرهم في الماء اللي ديجا مجتاه تما يا مليحه، يدخل فيهم المليحه ديالنا وغادي نردهم يتقلاو ان شاء الله. وهاد الكغاطان اللي صراحه سهل التحضير وتقدروا توجدوه لوليداتكم سواء في الغداء سواء في العشاء، كيبقى لكم الاختيار. وصراحه اكله اللي متكامله اللي عشاق الباذنجان في طبيعه الحال. انا صراحه الباذنجان تيعجبني بزاف، خاصه في الزعلوك، خاصه في هاد لي كراطا. مهم اي اكله فيها الباذنجان كتعجبني، كيجي هائل وكيجي بنين بزاف كما كتشوفوا. دابا درت هنايا الباذنجانه الاولى، غندير فيها زدت لها شويه المليحه حيت هذاك القياس اللي كنت داير جاني ما كافيش. نو ماما رصاي اماس راه الماس كتسلم عليكم. هنايا كما كتشوفوا رديت الزويته الاخر تسخن باش نبدا نقلي الباذنجان ديالي، وغادي ندوز نقدر نجد الحشوه الاخرى ديالي. هنا كما كتشوفوا بعد ما درت الزويته كما قلت لكم، دابا كنت كتكل بصله، درت انا جوج بصلات اللي متوسطين ولا كانت كبيره وكتفيو غير بوحده. هنايا غنشلضها ومن بعد غنشحرها كما كتشوفوا. وتقدروا ديروها بالروبو، انا صراحه عكست نجبد الروبو حيت عندي غير جوج بصلات ما عنديش كميه كثيره. منين كتكون كميه كثيره راه كندير الروبو هو اللي كيطحن ليا البصله. صراحه كيديرها زوينه ودغيا دغيا كتوجد، مي با واحد المينوت كتكون واجده. هنايا كما كتشوفوا درت شويه ديال الزيت روميه، صافي دابا راه شلت على المقيله باش غادي تبقى تشحر ليا. صافي غتخليو هذيك البصيله حتى تنزل مزيان، عاد غتزيدو عليها الكفته، والكفته كديروا الكميه اللي بغيتو، يا نص كيلو يا ربعه يا كيلو، لا روب كيبقى لكم الاختيار. المهم انا درت تقريبا شي 400 غرام تقريبا نص كيلو ديال الكفته، ودابا غنبقى نرمي الباذنجان ديالي يتقلى وهانتوما معايا. كما كتشوفوا دابا كنزيد الكفته ديالي بشويه بشويه كما قلت لكم، ديروا القياس اللي بغيتوا. انا تقريبا تمايا 400 غرام، نتوما كديروا القياس اللي بغيتوا على حسب عدد الاشخاص، كتبقى الكميه كما قلت لكم حسب الاختيار ديالكم.
ومن بعد غنبقى نزيد عليها التوابل. بعد ما تقلى مزيان، اهم حاجه خص هذيك الكفته تقلى مزيان، صافي بنفس الطريقه حتى كنقليوها مزيان. هنا كما كتشوفوا دابا جبت الحبق اللي حارته في الجرده، هكا خديت غناخد غير هذوك الوريقات غنقطعهم. صراحه عطى ليه واحد النكهه زوينه، واذا ما كنتش كتكتفيو بالقزبر والمعدنوس. المهم انايا كيعجبني الحبق، بما انني حارته كندخلو في بزاف الوصفات. هكا قطعته طريفات وزدتو عليها على ديك الكفيته ديالنا بعد ما تشحرت. عاد دابا غنبقى نضيف العطريه ديالي كما كتشوفوا، المهم العطريه راه العطريه العاديه اللي كنضيفوا لاي كفته كنديروها كنشرملوها. غندير الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال المليحه، شويه ديال السكنجبير كما كتعرفوا، وشويه ديال الكوري باودر حيت انا ديجا كنستعملها. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يكتفيو غير بالخرقوم. هنايا غنحك الثومه، الثومه اللي هي اساسيه، حكوا يعني من 3 حتى 4 ديال الثومات كيبقى لكم الاختيار. هنا كما شفتوا راه ضفت الكوري باودر، دابا غنضيف المليحه سولت.
هنا غنضيف شويه ديال البابريكا. البابريكا هي التحميره اللي عندنا في المغرب راكم عارفينها، غا شويه، ما درتش ما كثرتش بزاف حيت بغيت يجيني اللون ديالو صفيفر. الزنجبير حتى هويا تقريبا هكا معلقه صغيره، داكشي يعني ما كنكثرش بزاف حيت الكميه كما كتشوفوا اللي عندي هي هذه. دابا غندير شويه ديال الابزار، هنا شويه ديال الحرور الحاره، تشيلي الحرور الحاره كما كتشوفوا. هنايا شويه ديال الخرقوم، كما كتشوفوا تقلات لي الكفيته ديالي. دابا حتى طابت عاد درت ليها انا معدنوس اقصبر كونجولين حيت باقا غطيب في الفران ما شحرتهمش. صافي دابا وغادي نمشي نجيب الدبلجان ديالي البلا اللي غندخل الفران، وغنبدا نقاد فيه الكراتان ديالي اللي غندخلو الفران. وكما قلت لكم هاد الوصفه راه سهله وتوجدوها يعني في رمشاتين دغيا دغيا، ويعني اكله سهله وخفيفه كما كتشوفوا. صافي كنخلطهم مع بعضياتهم بحال هكاك. صافي جبت انا هاد المول اللي كندخل الفران ديال الدجاج، راه كيتباعو هنايا في اي بلاصه موجودين، خديت غير متوسط. صافي دابا دهنتو بشويه الزيت بطبيعه الحال، ولا زبيده دهنوه باش ما بغيتو. صافي دابا كنفرش هكايا الباذنجان ديالي، غنفرش شي حدا شي، ومن بعد غنديرهم في الجناب حيت الهدف ان خص الحشوه تجي الوسط وهاد الباذنجان يجي مغطي عليها كما كتشوفوا. صافي هادوك اللي كيكونوا عندكم كبارين داكشي هكا ديروهم على الجنب باش تبقى لكم باش تغطيو كما كتشوفوا بحال هكا. هكا حتى غادي نغطيو الجناب د المول كاملين كما كتشوفوا. كتبقاو تحطوهم هكا عشوائيا، ماشي ضروري تستفوهم حيت اصلا فاش كيطيبوا مع غنزيد عليهم البيض والفخوماج ما غيبقاش يبانو كاع واش حنا درناهم هكايا. داكشي كيتجمع وكيجي متيول ومقادد كما كتشوفوا. خليو هكا شي وحدين باش غتغطيو الفوق حيت هذاك الشيء كله ما يكفاكمش، غتحتاجوا شي وحيدات باش غتكملوا التغطيه الغطا ديال الكراتان من الفوق كما كتشوفوا. حتى نكملوا الكميه اللي عندنا، نكملوا الدوره ديال الاخر ديال المول اللي عندنا. صافي كما كتشوفوا صافي دابا كله تغطى من التحت. صافي كتخليو بعدا هاد الدبلجان منين كتقليوه كيقطر هكا فشي شبيكه باش ما كتحش فيه كميه كثيره ديال الزيت، عاد كتجيو تخدموا به. هنايا كما كتشوفوا هنايا الفخوماج الاحمر غادي نرمي شويه
انا درت شيدار تشيز، نتوما ديروا اي نوع ديال الفورماج عندكم، يا الموتزاريلا يا البارميزان تشيز، المهم كيبقى لكم الاختيار. وكما كتشوفوا دابا غنجيب الكفته. صراحه هذا الفورماج كيعطي واحد التعليكه اللي هائله، واللي ما بغاش يقدر يستغنى عليه. يعني هاد الوجبات يعني كنديرهم خطره فشحال، حيت كنديرهم كندير فيهم الفورماج. انا صراحه ما كيعجبنيش نستعمل الفورماج بشكل يومي، ولكن فهاد لي غراتان لي بيتزا الحوايج اللي ما كنديروهمش دائما طبيعه الحال، حيت كنديروهم كنبغيو نديروهم يعني على حقهم وطريقهم باش يعجبونا ويجيونا بنان بطبيعه الحال. كما كتشوفوا صافي هكا كنوزع هاد الكميه ديال الكفته فوق هكا الدجاج ديالي صافي. ومن بعد ثاني غندير الاخر فرماج وغادي نغطي عليهم. كما كتشوفوا دابا غنغطي عليهم، عاد غندير الفرماج والبيض كطبقه اخيره باش صراحه كيجيو هائلين. هو عاوتاني قررت انني ندير الفرماج عاد نسد عليهم. نتوما الا ما بغيتوش تكثروا منه كيبقى لكم الاختيار. هنايا راه زدت كما شفتوا شويه ديال الفرماج، عاد غنسد عليهم. كما كتشوفوا الكراتان ديالي كامل. هنا غادي نطرب هكا البيض، ديروا القياس البيض اللي غيكفي المول اللي مستعملين. كما كتشوفوا انا درت جوج بيضات حيت ديجا دايره فرماج، الفرماج ديجا غيلصقوا ليا مع بعضياته. وبالنسبه للناس اللي ما كتبغيش الفرماج دير غير البيض، نتوما ديروا حتى لستة البيضات. احيانا ما كنديرش فيه الفرماج، كنكثر البيض وكيجي صراحه حتى هو هائل ومتماسك وغيعجبكم بطبيعه الحال. صافي كنبقى ننزلو هكايا فوق الكراتان ديالي، غنجيب شويه ديال الزعتر نحكو من الفوق باش يعطيه واحد النسمه اللي بنينه، وغندخلو الفران ونتلاقاو في شي وجد. كما كتشوفوا بعد ما وجدت الكراتان ديالي كيجي هائل. كما كتشوفوا تحمر وتماسك جا روعه، والريحه ما نعودش ليكم كتحمق كتشهي جا واعر واعر. صافي انا حطيت الطباسل ديالي والطباسل دراجلي. صافي غنقطع دابا لينا الطريفات ديالنا وغنتغداو
وكنقول لكم بالصحه والراحه، وما تنساوش تجربوا الكراتان كيجي هائل، وتردوا عليا وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الحباب والاصدقاء. وكنشكر المشاركين جداد وكنقول لهم مرحبا والف مرحبا. كما كتشوفوا كيجي هائل، كيجي متماسك، كيجي فيه دوك الطبقات، يعني ثلاثه الطبقات اللي تحت الباذنجان، الوسط الكفيته ديالنا، وثاني الفوق الباذنجان. كيجي روعه روعه روعه، كنتمنى تجربوه. وكنبغيكم حبيباتي، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي محسن ان شاء الله. نشارك معكم، مازال غنشارك معكم وصفات اللي اكيد غيعجبوكم وغادي تكون في المستوى ان شاء الله. وإلى اللقاء حبيباتي، كنبغيكم من كل قلبي، مع السلامة.